أقامت لجنة المنظمة لبطولة البحرين الدولية للرجل الحريري سباقا تجريبيا بالدراجة الهوائية بمشاركة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس لجنة الأولمبية البحرينية، وذلك للبطولة المقررة بالعاشر من شهر ديسمبر الجاري. وانطلق السباق الذي شهد مشاركة مجموعة كبيرة من المتسابقين من المنامة وانتهى بالقرب من حلبة البحرين الدولية للسيارات بمنطقة الصخير، حيث قطع المتسابقون المسار ذاته المعتمد البطولة، وكانت فرصة سانحة للجميع لخوض هذه التجربة ومعرفة كافة الجوانب السلبية والإيجابية والعمل على وضع التكتيك اللازم لتقديم أفضل المستويات في هذه البطولة. هذا وقد بلغ المشاركون بهذه التجربة أكثر من 300 متسابق خاضوا المسار المحدد بصورة مميزة في ظل أجواء تنظيمية عالية وفرتها اللجنة المنظمة. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أنه لمس تطورا ملحوظا في أداء المشاركين، ما يشير إلى مدى حرصهم على أن تكون المشاركة في السباق المقبل ذات طابع تنافسي كبير. وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن مشاركته في هذه التجربة تأتي لتعطي انطباعا شاملا عن الكيفية التي سوف يسير عليها المتسابقون في البطولة والسبل الكفيلة لتحقيق أفضل المراكز الممكنة. وأضاف سموه أن الجميع شاركوا في خوض هذه التجربة بكل جدية وحماس وبشكل إيجابي، معبرا سموه عن تقديره للجهود التي يقوم بها أعضاء اللجنة المنظمة لبطولة البحرين الدولية للرجل الحديدي، وذلك من خلال الترتيبات والتجهيزات المختلفة، مؤكدا سموه أن هذه الجهود تثبت حرص أعضاء اللجنة بأن تكون البطولة على المستوى التنظيمي المشرف الذي يعكس همة وعزم شباب المملكة المعطاة من أجل إظهار البطولات بشكل مميز داخل الوطن. كما عرب سمو عن اعتزازه بأبناء المملكة المشاركين بقوة في هذه الفعالية، مشيرا سموه إلى أن كم البحرينيين الذين يعتزمون المشاركة بالبطولة مشرف ويبعث على الارتياح، ويؤكد أن مملكة البحرين أصبحت أرضا خصبة لإنتاج أبطال رياضة الرجل الحديدي.